شهيد مبارك كان من أفضل طيارينا. أنا أبي أعرف سبب الحادث. أول شيء اثبت أنك بريء من كل التهم واثبت أن ثوبك أبيض. الدفاع عن الوطن هو غاية ضرورية. Your work at the military, so we have immunity. ما أبي أي نوع من الارتجال. كل مرة تطلع ما ندري إذا بترجع ولا لا. And there is a big problem gonna be between Cuba and Kuwait. اللي تسبب في هذه الكارثة. بشار! لازم يحاسب. أحس إن في شيء قاعد يصير وأنا مو مرتاح له. أنا أبي شخص أثق فيه. أخوي هذول يشتغلون غير عنا. المهم الحين ما حد راح يغيب عن عيوننا. عشاني لا تروحين. Something serious and huge has happened in Kuwait. الخباء قال كلمته فيها. ¿Qué son ustedes? ¿Qué quieren aquí? We came in peace. Venimos en paz. Queremos hablar con Pablo Escada. ¿Qué quieren con él? We want to talk to Pablo Escada.